انت حسام الهلالي؟ ايوه انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده، لكن انا عارفاك كويس قوي، ومش ههدى ولا يهنالي باش غير لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ رئاسة انت وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله، حصل لنا الرعب يا ست حكمت. ممكن اعرف بقى حكمت مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه، قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي، جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت، روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغايه دلوك هي اللي غلط، بس انا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله، ده انت جايه فارده قلوعك بقى وبتهدديني؟ لا انا جايه برد ناري واتشافى فيك لحد ما يقوني الاوان واخد بتاري منيك واريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ظهري، وانت بسلامتك جايه تهدديني النهارده؟ يا سلام، ده انتوا عيله بجحه بجاحه. واضح ان الخيانه والوساخه والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان. اسمعي يا ست انتي، انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحيه وجيت من ظهركم، علشان انا على حق وانتوا على باطل. ابله حكمت الزياره انتهت.